Hi guys, and welcome back to my YouTube channel. كدايرين اتمنى تكونوا كلكم بخير يا جماعة. And welcome back to a new video. إذا لسه ما اشتركتوا اشتركوا على القناة وفعلوا زر الجرس مشان توصلوا بكل new notifications. وقبل ما بلش الفيديو I wanna tell you guys that my new single is going to be available very very soon, so stay tuned. And yeah, وفي هذا الفيديو رح أشارككم a product اللي أنا جربتها قبل, رح أعطيكم my feedback on it, so خلونا نبلش. هذا كنت اشتريته قبل كم شهر. I shared with you guys this on Instagram. By the way, اللي لسه ما تابعني على الانستغرام راح اخلي لكم هون my Instagram, روحوا وتابعوني فيه. هاد البرودكت كتير حلو من إلسيف براند, الصراحة بيخلي الشعر كتير رطب, يعني لشعر صحي ومليء بالحيوية. كمان قدروا تستعملوه الناس اللي عندهم شعرهم متقصف وهيك. So this product top one. Next product is stick from Dove. الصراحة كتير كتير حلو, أنا الصراحة حبيته بزاف بزاف. So fresh and zero alcohol, which is very good thing. I advise you guys to use this product. And this one also top. ثالث product هو هاد, كان ترند على تيك توك, شفت كتير ناس بيستعملوه, بلصق أظافر هيك product, يعني هيك أظافر بيتلصقوا على الظفر. فهذا كتير حلو, انا الصراحه جربته شخصيا, سقت به الطفران وبغاوشي يطيروا بغيمو, عيت بالمطايب, عيت باي حاجه تطيح لكم ببالكم عيت بها. ما بغاوش يطيروا به الطفار, كنت لصقت به الطفار, كنت خديتهم من شيئين. الصراحه هذا توب توب, الا بغيتي تلصقي الطفار وما بغيتيهمش يطيروا نهائيا عليك بهاد لاكول هادي سبيسيال, الصراحه خطير. فهاد هادي غادي نقولوا عليها توب. بالنسبه للبنات اللي عندهم صباحهم او ظافرهم حساسه كتير, ما بنصحكم فيها لانه كتير كتير بتوجع, ما بنصحكم فيها. الاكستنشنز يضلوا لمده اطول واطول, فهاد بيلبق لكم, يعني هذا يصلح البنات اللي يبغيو يخليو الظفران لمده طويله بزاف. ف غادي نبارطاجي معكم واحد البرودوي اللي حتى هو زوين بزاف بالنسبه هذا للناس اللي عايشين في المغرب وحتى اللي عايشين خارج المغرب, فراهم كيديروا ليفريزون بارتو. بالنسبه لهذا البرودكت هذا صراحه فنه بزاف, هاد الزيت هذه ديال الشعر كنت ديجا بارطاجيتها معكم في انستغرام, داكشي علاش قلت لكم اللي ما تابوناش انستغرام ديالي نخلي لكم هنايا, ديروا تابوناو فيه. هكا كنبارطاجي معكم بزاف ديال الحوايج صراحه زوينه بزاف, فيها بزاف ديال المواد اللي مهمين كيحتاجهم الشعر ديالنا, كتخلي واحد لابغيونس خطيره بزاف بالنسبه للناس اللي عندهم فراغات في الشعر ولا شعرهم متقصف بزاف. هذه غادي تصلح لكم, هي لاباج ديالهم راها بي بريتي باي فاتيم, هذا نقول عليه توب. نيكست برودكت ديماكيو, هذا ديال نيفيا, الصراحه فن فن بزاف, كنت ديجا بارطاجيتو معكم فواحد لا فيديو ديال توب فلوب, غادي نخليها لكم هنا فشي بلاصه, منساوش انكم تمشيو تفرجوا فيها. هذا الصراحه حتى هو كتير حلو بالنسبه للبنات اللي هيك بيعملوا ميك اب افري داي, فهذا كتير بيجنن, انا بنصحكم فيه, يجي لكل الوجه, يعني all in one, eyes, face, lips and everything, so yeah this is perfect for the skin. بيعطي هيك رطوبه كتير حلوه للسكين, بيخليها تتنفس لانه فيه اكسجين. We gonna give a big top to this product. وبنرجع للشامبو, كمان إلسيف اصدروا a new collection تبع purple shampoo, وهاد الصراحة رح اعطيكم الفيدباك اللي قالتها لاختي. اوكي, هذا الشامبو بيلبق للشعر المسبوغ بالاصفر, يعني هيك لما بتغسلوا شعركم مع المدة بيصير فيه اورنج وهيك, فهذا بيصلح الاورنج وكمان بيحيي اللون تبع شعركم, فا يا بنصحكم فيه كمان. هو رح نعطيه توب لانه اختي قالت لي انه جربته وكان توب.
next product عندنا هاد كابيليس اللي هو هير سيروم. في الاول كان كيعجبني هاد السيروم ولكن مؤخرا مبقاش كيجي مع شعري. فالناس اللي صابغين شعرهم ما بنصحكم في هاد، اللي الناس اللي عاملين صبغه على شعرهم ما بنصحكم ابدا، بس اللي شعرهم طبيعي يقدر يوالم شعركم، بس انا ما والمني ابدا. بتحطوا كميه كتير اني بيضل شعركم ناشف، ما بيعطي هيك نايس افكت، فهمتوا عليا؟ سو هذا للشعر المسبوغ فلوب، بس للشعر العادي توب. نيكست برودكت ذس شامبو، صراحه هو بيعطي افكت كتير حلو للشعر، بيعطي هيك ملمس لامع وكتير حلو، بس الشغله اللي مو زينه فيه هو بيعمل قشره للشعر، كي يخلي القشره بزاف في الشعر، واخا كتغسلو به غير مره واحده وتكثروا الماء فكيدير واحد القشره كارثيه، فهذا ما كنصحكمش به صراحه. كيعطي افكت ريلي جريت، بس اي دونت ادفايز يو جايز تو يوز ات. سو ذس فلوب. نيكست برودكت هاد الزيت، هذا كثير حلو اللي هو زيت الورد، صراحه فن فن فن، غادي نعيا ما نشكروا لكم، صراحه خطير للشعر، واخا كديروا كميه كبيره كيعال الشعر وكيخلي لكم فيه واحد لافيونس، يا سلام غزال غزال بزاف. هذا كنت خديت منه واحد الكميه اللي كبيره بزاف، وكنت بارطاجيت حتى معكم لاغام اللي كانت وصلتني من عندهم، صراحه فنه بزاف. غادي نولي نبارطاجيها معكم اون ستوريز، فما تنساوش تابوناو عندي في انستغرام. صراحه هاد الزيت هادي ديال الورد فيها بزاف ديال المنافع، منها مفيده للشعر، كتحميه من التساقط، وحتى البشره كتحميها من اشعه الشمس وحتى جعيد. فهاد زيت الورد هادي كنصحكم بها الصراحه، خاصها تكون عند اي واحد، فصراحه كما قلت لكم فنه فنه للشعر المتقصف، وحتى الا كان عندكم تساقط ديال الشعر فلكم هنايا النمره ديالهم من انا خديتها، فلا الا بغيتو تكومونديو، الا بغيتو حتى نتوما تاخذوها وتكومونديوها كنصحكم بها بزاف. ها طوب طوب لا ميم قام كنت كومونديت حتى المره الثانيه دابا السيروم هذا ديال لوبان تاكر، راه غني عن التعريف لوبان تاكر، غتكونوا سامعين به ديجا، صراحه فن بزاف، اونتي اج وانتي ريد، وكيصلح لكاع لي تيب دو بو، صراحه فن 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 بزاف. انا كما قلت لكم هذه القرعه ديالي الثانيه، فحتى هذا كنظن ان كل بنت خاصو يكون عندها. كما قلت لكم هو سيروم ديال لوبان تاكر، صراحه فن فن بزاف، فكنصحكم انكم تاخذوه، هو غير نفس النمره اللي كنت حطيتها لكم، تقدروا تكومونديوه من تما. اي فوالا، حتى هو غادي نقولوا عليه بيان سور بيك بيك توب. مهم واحد المعلومه خفيفه على هذا البرودوي هذا نتاع لوبان تاكر سيروم ديال الوجه، وحتى على زيت الورد، هادو كيوصلوني من عند الناس اللي كيصاوبوهم هاند ميد، طلعت مكونه يعني من البلاصه اللي كيكون فيها بالضبط، يعني اللي كتكون الاصليه ديال الورد وديال لوبان تاكر، وكيصاوبوها بيديهم وكيصاوبوها عن حب، والصراحه لي برودوي ديالهم فنين فنين. الا بغيتو تكومونديوهم غنخلي لكم هنا النمره ديالهم، راه ما غاديش تندموا عليهم، والصراحه خصهم يكونوا عند اي وحده. دونك فوالا نمشيو للنيكست برودكت. هاد لي برودوي هذا ديال كارنييه اولترا دو اللي هو ماسك 3 ان 1، تقدروا تستعملوه كماسك للشعر قبل ما تدخلوا على الدوش، كان تقدروا تستعملوه بعد ما هيك تغسلوا شعركم تحطوه وتخلوه بس 5 دقائق ل 10 دقائق، او لما هيك تنشفوا شعركم تمشطوه وكل شيء تقدروا انكم تعملوا هيك اطراف هيك كم تحطوه على الاطراف تبع شعركم، بيطلع كتير حلو، ريحته كتير بتجنن. هو متكون من زبدة الشيا اللي هي غنية عن التعريف، وكمان الموز اللي هو شيء كتير حلو، حتى اذا هيك حطيتوا موزة على شعركم تطلع نتيجة كتير حلوة. انا بنصحكم الماسك تبع الشعر كتير حلو، انا صراحة جربته المرة الخامسة او السادسة فكتير حبيته، بيعطي ملمس كتير حلو للشعر، هاد كمان بنعطيه بيك تامز اب. قبل من الفاينل برودكتس في عندي هاد البرودكتس اللي كتير حلو من كوتج مارك، الصراحة كتير بجنن هالجيل شاور، فيه ريحة كتير حلوة تبع الكوكونت اويل، وفيه كمان الكوكونت اويل، فلما بتهيك بتغسلوا بيه سنكم بيخلي كتير طوبة ونعومة، بيخلي هيك ريحة كتير حلوة، بنصحكم فيه. كمان التكستشر تبعه كتير حلوة، هاد كمان بنعطيه تامز اب.
هاد صراحة هذا غادي نهضر فيه بالعربية حيت جو بونس ما كاينش عندهم هما لهي كيقولوا زعما زوين بزاف كيدير الرطوبة. صراحة انا جاني ماشي شي حاجة في الساعة كتشرب لابو ديالنا. مهم انا هذا هو الفيدباك ديالي عليه الصراحة. وخديتو دوريجين من عند لي بارفيمري. المهم هذا ما كنصحكمش به الصراحة، كتجيني نيفيا احسن منه. يا هذا غادي نقولوا عليه فلوب. Hello guys، كان هذا هو الفيديو تبع اليوم. اتمنى تكونوا استفدتوا شي في الفيديو. لا تنسوا انكم تحطوا thumbs up للفيديو وهيك share it with all your friends. لا تنسوا تدعموني في الكومنت، حطوا لي لايك وحطوا كومنت. Thank you guys so much for watching. I love you guys so much. See you in the next video. Bye.